تبدأ الإنجازات الكثيرة من بدايات يسيرة بشرط الهمة العالية الكبيرة. تلكم هي قصة مركز التبيان للقرآن الكريم وقراءاته بمدينة مينيسوتا بالولايات المتحدة الأمريكية. أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد ومن يهد الله فما له من مضل أليس الله بعزيز ذي انتقام. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. تعهد الشاب الطموح فضيلة الشيخ عبد الناصر فارح، تعهد بإخراج جيل قرآني فريد، وتمضي الأعوام وهو يعلمهم من أول سورة حتى يأتي يوم الحصاد في حفظة بارعين يحوزون على المراكز الأولى في المسابقات الدولية للقرآن الكريم. أما المركز الأول فقد فاز به المتسابق الحافظ أحمد برهان محمد من الولايات المتحدة الأمريكية. المرتبة الأولى عبد الله بشير عبدة من أمريكا. من هذه النماذج البديعة التي رأيناها الطلاب المنتسبين إلى مركز التبيان، حيث يعني تميزوا ولله الحمد وفاز ثلاثة منهم في الفائزون الثلاثة في فرع القراءات كلهم من هذا المركز المبارك، وكذلك الفائزة الأولى في كامل القرآن الكريم من البنات كانت من هذا المركز. ولم يرضى عبد الناصر بإنجاز قاصر، بل سمت همته العلية حتى أطلق بحول الله مسابقة دولية، مسابقة التبيان الأمريكية الدولية للقرآن الكريم وقراءاته. مسابقة التبيان الأمريكية الدولية الأمريكية، وهذا شيء يلفت النظر في حقيقة أن يكون هناك مسابقة دولية للقرآن الكريم في أمريكا، فشيء يحتاج حقيقة إلى تشجيع وإلى تحفيز. تعتبر مسابقة التبيان الأمريكية الدولية للقرآن الكريم وقراءاته أول مسابقة دولية في القرآن وقراءاته على مستوى أمريكا. مسابقة التبيان الدولية الأمريكية لحفظ القرآن الكريم وتجويده لأول مرة بإذن الله تعالى، فهذه المسابقة الدولية الأولى للقرآن الكريم التي تقام في أمريكا. انطلقت الدورة الأولى عام 1443 للهجرة الموافق لعام 2022 بمشاركة 22 متسابقا ومتسابقة يمثلون 17 دولة من شتى أنحاء العالم. ولقد آتيناك 7 من المثاني والقرآن العظيم، لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين وقل إني أنا النذير المبين.
كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عضين. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما. وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما. جزاك الله خيرا. يا ربي فاجمع شملنا واغفر لنا بارك لنا في مركز التبيان واجعل كتابك ربنا في صدرنا نور به قلبي وأعلي مكاني وصلاة ربي مع سلام دائم لرسولنا خير الورى العدنان لرسولنا خير الورى العدنان